بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. النهاردة إن شاء الله درسنا بسيط، هتكلم فيه عن نقطة كتير مننا بيحتاجها، وهي مثلا إنك عندك أكتر من صورة حابب تخليهم كلهم بكواليتي قليل، بحيث تعرضهم على عميل، تبعتهم على إيميل، بحيث ما يبقوش بكواليتي عالي. مثلا وليكن صورة زي دي مثلا الكواليتي بتاعها 2 ميجا، حابب تقلل الكواليتي. فكنا في الاول انك بتاخدها على الفوتوشوب، بعد كده بتضطر انك تروح على الايمج سايز، ويا اما تغير في الريزوليوشن، مثلا تخليها 150 او تغير في السايز نفسه. طيب الموضوع ده علشان تشتغل مثلا على 100 صورة، فالموضوع بيبقى متعب ومرهق في نفس الوقت. ففي تول كويس قوي في الفوتوشوب، هي انك بتروح على فايل، تروح على سكريبت، على ايمج بروسيس، وبتطلع لك البانل اللي قدامنا دي. البانل بتقول لك اعمل لي اول حاجه سيلكت الفولدر، بيقول لك فين مكان الفولدر. طبعا انت بتجمع الصور اللي انت عايز تضغطها، سواء كانت جيبك، سواء كانت رو، سواء كانت بي اس دي، اي حاجه بتقدر تعملها جوه التول دي. مثلا انا عندي الصور، قلت له اوكي، يبقى انا كده اخترت الصور. بعد كده بيقولك سيلكت سيف لوكيشن، انت عايز تحطها فين. هنا بيقولك سيف ان سيم لوكيشن، هنا لو انت عايز تحفظها في نفس الفولدر. ولو اخترت ده هتقول له مثلا اعمل لي فولدر جديد مثلا جوه دي، قول له ميك نيو فولدر، نحط مثلا اس سمول، واقول له اوكي. يبقى انا كده اخترت الفولدر اللي انا بعمله بروسس، واخترت المكان اللي هتتحفظ فيه. تالت حاجة بيقولك انت عايز تحفظها ايه، سيف جيبك، ولا عايز تحفظها بي اس دي، ولا عايز تحفظها تي اي اف. بتختار الفايل اللي انت عايز تحفظها بيه. طبعا اقلهم مساحة الجيبك، طبعا تقدر تغير في الكواليتي، مثلا ممكن اخليها 2، تقدر تغير في الطول والعرض بتاع الصورة زي ما انت عايز، مثلا 800 في 600، اي مقاس عايز تحطه فيها. بعد كده بتقول له رن، بلاقي على طول دايركت البرنامج بيبدأ يعمل بروس للصور زي ما احنا شايفين، هو بيفتحها ويقفلها. بعد كده برجع على الملف بتاعي، بلاقي فيه فولدر جديد اسمه اس، او زي ما انا سميته. لما بخش جواه بلاقي نوع الفايل اللي موجود جي بي جي، لما بقف على اي صورة منهم بلاقي طبعا الكواليتي او المساحة نفسها بتاعت الصور قلت عن ما كانت في الاول. ده كان درس بسيط ان شاء الله يفيدكم، واستنوني درس جاي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.